سبحانه وتعالى هيدا بركيو الله هيدا حفتيو عمرجينا يا عملكنا الله راجيو عرورته يا عقبة يا محاك ولا آخرة يا دونك الله هيدا قرقارو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام عليكم أتسيني هاي جزاك الله خيرا. هذا أنا وح وقتي إن قادرنا مناسب معها وحن مر لبعض إن شاء الله تعالى لنا هاي شيخ الله بركيه كلمة دي سنة إن شاء الله تعالى إلى هاي هنا كون فعه وعوان كذا سيدا كوريد كم وقتا ويهي الابتلاء وحكمته إن ليس امتحانه iyo xikmadda iyo faa'iidada ku jirta ibtilaaga marka oo horeysa waxa kugu soo dhacaysa inuu yahay dhinaca xun oo kaliya laakiin khayrkana waa la isku imtixaanaa marka inaanu ka faa'iideysano dhagaha weelayno insha Allahu ta'ala ilaahayna waxa weydiisanayna inuu nagu anfaco marka waxaan idin kala baxayaa idinka iyo fadilada sheekh Mustafa Haaji Ismaaciil Haaruun waxaan leeyahay fadilada sheekh tafadhal mashkuran. بسم الله الحمد لله صلاة وسلام على رسول الله اللهم وفقنا لما تحب وترضى وبعد مسألة قصاب سن الابتلاء وحكمته امتحانك الله يسير امتحانه حكى ضمبائية حكمتي سسام حيتي ومسألة في علم الفلسفة قديمة أدنى اللي سويديو يقول حوية قانين مسألة الشر وأنا مسألة شدت كملحدين تهيدت ككوري ريال لكن قرآن كآد بيقع عضها يضف فضط وصم ما انقل إلهي سبحانه وتعالى وتلمامي وحين لأن يدونك إن كنا على إلهي سبحانه وتعالى كمردقين دار نعيم لأوليائه أدونكم ما هم يا لغو جنة أيه الله قلت لك لين لغو النعمة يستو دتك أولياء الرب سبحانه وتعالى وحين تلمامي ان ادونك الى نوهين مال مستقرة ولا دقنان ايه لكن الهي سبحانه وتعالى وحكد دار ابتلاء وامتحان على رب قرانك كنت تلمامي الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم ايكم احسن عملا وجعلنا بعضكم لبعض فتنة تصبرون ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض إلهي وحط المامة يدونك إن امتحان لوك يا نيدتك لا أيغو أيكم أحسن عملا كينا نغم في عن وأسكو كين التحامي با إلهي ليين لا أركو تصبرون ميا صبر إسان إلهي هدو الدونه وإذن أنت مؤمنين أنت ووهيل لها مركز طبا ودوني دا قلب ما تشوقين لكن ربي وحو الدونين وأسكو كين التحامي إلهي لي سبحانه وتعالى شرك هي خير كبا ولا سكو اتحاما ونبلوكم بالشر والخير فتنة لقد خلقنا الإنسان في كبد ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين تتكبر با وحي يفهمين هدي ابتلاء دعين عقوبي بس مشاكل هدا دركته وضد لا يتحامي وحين نقرنا ضد لا عقابي وحين نبدع مع عقاب بوي ماذا هل نفهم كاسي ما قمنا نبي عليه الصلاة والسلام وحكى والرمي نبي أيوب وحن صدي وطبن يسيدات سنبوكي وضدك انتي ودويدي انتي كفقيت بكتاقين
لبنن واصحابتي سكمدة كوي ودا دوا يا هواين هديسي وحلا ما يدكو صهرين وما انتي دمبل لبدينن اي يجي سويديانو مديري تعلم والله لقد اذنب ايوب ذنبا ما اذنبه احد من العالمين حنو مالين يا ايوب لا ينو دمبابي دمبا ان دوني دقف جوغاب دمبابين طبعا يا سيدات سنو تشيفي كيك لا يري وما ذاك حاض وما حيض وحاو مالايسي قال منذ 18 سنة لم يرحمه الله بوي سيدات يطبع سنة ضد الله ومن حريصا والله كما قادين حنونكي markii labadan inay warka isu sheegeen kilo sheegay ba soo socday nabi ayuub sheego wuxuu riisaasa la sheegaya ayuuba wuxuu ugu jawaabay la adri ma taqul ghayra anna allah ya'lamu anni kuntu amru ala ar-rajulayn yatanaza'in fa yadhkuran allah farju ila bayti fa ukaffiru anhuma karahiyata an yudhkara allah illa fi haq waxa sheegay saaran uu garan maayo buuda hadaan soo maro laba is haysta oo ilaahi subhanahu wa ta'ala ayaan xusi jiray waxaanan tag waxaan sameen jiray inaan wax bixiyo anigoo naxbaysanaya ilaahi subhanahu wa ta'ala si xaqa mooyo si kale inaan loo soo hadal qaadin ala kulli hal ilaahi subhanahu wa ta'ala markii dambe waa waxyooday oo wuxuu ku yiri urqud bi rijlika hada muqtasal barid wa sharab qisadatan wa qisa wa xogaa dheer laakiin waxaan uga dan leeyahay uun waxay tilmaamaysaa inaanay ciqaab wada ahayn waxa loo yaqaanay ibtilaaadka dadka ku dhaca laakiin ka mas'alata shar markii nusuguudu eegno الله هو العليم الحكيم إلهي وحسكو سفانيين وعلم بدني وحك استمى آل كودية سيو الصعدان يسي والبين وقية إنو حكمة بدني والشي والبهالك كوهبان وديقو بنا آدم كل لكن دوني دم مودة أوغا مستقبل كانت قران ما يو سي قودنا وحما أركي كروان دكو قران الله انتو مركا أركا يوم باو موقطة حتى ملائكتي بركي قران وايين نبي آدم حكمة دي loo keenay ilaahi subhanahu wa ta'ala oo imtixaamay waxay ku jawaabeen subhanaka laa cilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim ilaahu wadaa cilmi badan oo xikmad badan bay leeyeen intii aadna bartay mooyaane in kala garan mayno arayga xakiim ee quraanka in badan badan buu ku soo arooray waxaan uga dan leeyo ibtilaawo وحو إيمان كرا للرفع الدرجات وإعظام الأجور قفكو الدرجة دي سيلاهي الربين كارو قاضه أجر كان الله أبوره سيدا انت بدن امتحاناتك أن بيضا قبصدا يدتك خيارتا وحو كلا أيمان دا لتكفير السيئات قفكو الدن بيقى إلهي الربين كغميره وحو كلا أيمان دا إساقا عقوبة معجلة عقاب لسو هرو مريي أهلو معاسيق اللي عقاب أيو إيو مركي مبادرة وسمين وايرين اي طوبات كيانان وحكلاء يمادا للابتلاء والتمحيس داد كاين لغو كلا صوعو وخفايا النفوس كر لو صو سارو وداد كا منافقين يا مؤمنين يا داد كا وناكسان يا داد كا حون الهيكو كلا صوعو وحكلاء صو أرو ربي علمدو يدهدان لتربية الرجال من حدود أنفسهم ضدك أولا قرب بين أيه نفتو دا وحيابها أي تعشهي وبن آدم كسيدة إلهي وأبو ريش سبحانه وتعالى وحيابه بضن وإن لقى كريه وباهم باكرة وحكى له صو أرورة لتذكير المنعم إله سبحانه وتعالى نعمة بدن لين ودرس يدتكم مركا إن معادو شوكتيس كان غطوا إلا بان إله إني إن معادي سوى حي حوق وحصوص تان مركا نبتو تماده وحكى له صار ورابع علماء دو إلى هذا لإثبات الحجة على الناس دتك
cilmi daahira si uu muuqdo oo aakhira aanay u helin marmarsiinyo oo xujada loogu ogo intay dunida joogaan. Wuxuu kaloo u soo arooraa litadkiiri lmudnibiin, kuwa habowsan inay bal rabbi xasuustaan oo marka mashaakulku qabsada ilaahay subxaanahu wa tacaala dib u soo xasuustaan, iyo walitanbiihi lghaafiliin, gafladu dadka ku dhacday inay toobad keenaan. Waayo fal aslu fi linsaan bay dhaahdaan, attaqsiir baa asala. Intaasoo masalo oo aan sheegay iyo in kaloo aan ka dabageyn doono haddii wakhtigu inagu simo, waxaan tilmaami doonaa adilada kitaabka alle ku soo aroortay masaa'ilkaa ka warramaysa. Nebigu calayhi salaatu wasalaam markuu ka warramayey dadka ilaahay raba darajadooda inuu kor u qaado, magac iyo maamuus u yeelo, xasanaadkooda u labanlaabo sida ambiyada iyo saalixiinta iyo inta ka agdhow, wuxuu nebiga la weydiiyey ayu nnaasi ashaddu balaa, dadka yaa u dhib badan? Qaala alambiyaau thuma alamthalu falamthal yubtala alrajulu cala xasabi diini, dadka waxa uu mashaakil badan buu nebigu ku tilmaamay nebiyada, dabeetana thuma alamthalu falamthal, siday nebiyada ugu soo eegiyeen ugu soo kala dhadhowyeen ama ugu kala fiican yihiin. Qofka waxa la itixaamaa kolba diintiisu intay laeg tahay buu nebigu yidhi, fain kaana fii diinihi, hadday diintiisu mid adag tahayna balaaga waa lagu adkeeyaa, hadday diintiisa dacfi iyo jileec ku jirana waa loo khafiifiyaa buu nebigu leeyay calayhi salaatu wasalaam. Famaa yazaalu kadalika xataa yamshi cala alardi maa lahu min damb, sida imtixaankaasi ugu socda ilaahay wixii dembi qofkan korkiisa saaraay oo dhan lagaga dahira. Idan waxaynu leenahay, culimmadu waxay yidhaahdaan ambiyada waxaa loo itixaamay in ajarka loo buuro oo fadligooda uu kaamil noqdo oo bini aadamka loo tusiyo sabirkooda iyo dadka inay qudwo ugu noqdaan. Bini aadamka qudwo kama maarmo, nebiga ilaahay ambiyadii hore leeyay fabihudaahu muqtadi, dadka kalena inay nebi maxamed ku daydaan calayhi salaatu wasalaam. Marka naqsi iyo cadaab maahe, waa nebiga oo ummadda qudwo looga dhigayo. Saa ogeed baa nebi maxamed wuxuu soo maray noloshu waxay marto dhan agoonnimo, rajaynimo, wax la-aan, iyadoo la eryayo, la maagayo, iyadoo dil lagu xukumay, iyadoo dagaal lagu qaaday, iyadoo uu guulaystay, iyadoo u xoolaystay, iyadoo la kala doorrasiyey boqornimo iyo addoonnimo kuu qaadanaya iyo risaaladu la socoto, noloshu waxay marto dhan. Isagoo aabba noqday oo sagaal reer oday u noqday, isagoo qaadi noqday, isagoo madaxweyne noqday, isagoo rasuul, waxaa insaanu shaqo qaban karo oo dhan ayuu qudwa ku yihi. waxaasoo bini aadam imtixaankay maraanna uu soo wada maray. Taa macnaheedu waxa weeyaan in la rabo in kor loo qaado dikrigiisa iyo magaciisa ilaahay korraysiiyo, sabirkiisa iyo adeegiisa iyo dadnimadiisa dadka la tusiyo si uu qudwa ugu noqdo. Idan waxaan leenahay alamthalu falamthal cinkaas uu noqdaa. Wuxuu kale u soo arorabay culammadu yidhaha litakfiiri sayiaat, man yacmal suwan yujza bih ama maa yusiibu lmuslima min hammin walaa xusn. Nebigu wuxuu tilmaamay calayhi salaatu wasalaam, muslimka ma haleela ama wixii haleela ee warwara ee murugo ah ee dhib ah oo dhan oo soo gaadha, xataa qodoximo muddo ilaa dambaa lagaga dhaafaa buu nebigu tilmaamaya. Man yurid illahu bihi khayran yusib minhu, qofkii ilaahay khayr la doono waa la itixaamaa. Insha allah waqtigoos ka kooban axaadiistaan sheegi doonaa culimmadu axaadiis ama saxiix ay ku tilmaamtay ama xasan ku tilmaamay. Waxa uu nebigu tilmaamayaa, maa min muslimin yushaaku shawkatan fama fawqaha ilaa kutibat lahu biha daraja, qof mu'mina oo qodoxi muddaama jiro ilaa iyo darajo ayaa kor loogu yeelaa, wa muxyat canhu khati'a, dembina waa lagaga maydhaa. Ina cidamu ljazaa'i maa cidami lbalaa, abaalmarka weynidiisu waxay ku xidhan tahay imtixaanka lagu mariyey weynidiisa. ilaahay subxaanahu wa tacaala hadduu duul jeclaado wuu itixaamaa. Faman radiya falahu rida waman sakhita falahu sukht, qofkii raalli noqdaana ilaahay raalli ahaanshihiisu hela, qofkii cadho iyo warwariyo murugo iyo ciilkaambi ka qaadaana cadho allu hela. Waxaynu kaloo leenahay
وحكل البلاغ وي ما ضاه بسبب المعاصي والذنوب سادر هذا وح النقضاء عقوبة معجلة عقابتي يقف كن دريد الله وسهر مريج وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير ويحب لا يئن هلالا ووحق عمه إنه كسبدين إن بضنا إلهي سبحانه وتعالى وإن كعف يا مد بويدون كل شيء إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا قفدي إلهي وناقل الدورة عقاب تيسيبا الله صهر مريا آخرة وحطة قائسك ومحي دوني دا انتي دنوبتي وقالي بدي دو دوني دا لغا ميري قف هدي شر للدونة بو نبي قيلنا عقوبة ورنم با الله أروريا آخرة الله قرد بنغا بنا دم كواس القيس التقصير يا حدنا وحي وعقوبة قال ورنم با دب الله قرد بنغا وآخرة مركاسي أي لا أوفي وحو نبقى يستيورنا الغالب على الإنسان هو تقصير وعدم القيام بالواجب فما أصابه فهو بسبب ذنوبه وتقصيره بأمر الله انت مسألة هران هذا الصوشة حاصل كيد وحوية هي بلايات كي امتحان كوحوية ما داقفك الدرجة ديسة إن كر الله قادة أجر كان الله بوره سيدان بيدي انت ونكسن وحكالو يما دا إن دنبي قال لك غنافه وآخرو يما دا يسوغو أن دنبي لهين وحكالو يما دا عقوبو لو سود الدجية يسوغو أه وأدونك لغو عقابي بعض العلماء حتى وحيت الماما صدح دا مسألة أخرى عن شيء على مضى لغو كالقرطة حتى إن لهيلي كرو الإمام عبد القادر الجيلاني باوحو ليه هي على مدى ابتلاقه مركو عقوب يا مقابله يا ما دوح الوقر تابو يري قف قدتك انت بدنا يكون عدا وح كنا عبو لي عدم الصبر عند وجود البلاء والجزع والشكوى الى الخلق اي كنا عبو لي كوي دم بالداف كوطه هي الدم قال لك ما يري انا وح الوقر تابو يري وجود الصبر الجميل من غير شكوى وي الصبران عدك لنا وان ربي قود هي انه مع عوضان عبادتنا علسكم ما نقطع عبادته دي بيسي وتا كو كر لوغو قاديو ارتفاع الدرجات كو حلوغو غرتا بولاي رالي اهانشيه مطلقه بي لي ما دان مركا دبتو قبسطو هي طمانينه النفس اني نفتودو حسشو وقدرك الهي سبحانه وتعالى اني ارققح كغلين ساسو تلماميا احنا كلو لنا هي وحو يمن كرا ابتلاء ادونكو للتمحيص والتمييز ضدكم نبض مركو وذا تشوغو ووذا جيسي ووذا في عينيه واسلامنا مو وذا شيغانيا امتحانكم مركو يمادنا ضدكم وكلا صعمان مركو انه هلكان سكفر دنني ولوينو جيسي يوسو هيستا لكن هدي دينعينا كسن قدو مركاس اي موقرسا وحينو ان حقيقه مركاس اي سوبخايسا ضدكم وحو رميسن هدي وحيل لها ضدكم درين وحسين لها لكن حقيقة وحي صوبي حلاي دا دادنا وحي سطو تطفو قرينة كوية مادان وحد يالي لهي الحقوق كثيرة انت اتراه دا بادق عنده استقالي لهي داد باداني إذن نولوش براكتيكال كادتك كالسارة وريال لايف كمركا لقالبا دادكو كالبحا مركا واللي تمييز منافقية مؤمن كاللما كالقرتين هدان امتحانات كودعين إلهي با مركا وحولي هي يضل التلمامي التمييز الصفوف إن لصمين يقض يدي أحد ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب إلهي سبحانه وتعالى مؤمنين تسديهن كما تجيب إلهي لي إلا لك لصعك وضحن يكوض صن غيب كان إلهي دين دار عصين مايا وإنت إنو عركة إغنو عركة مينو وارهب اللوى منافق يكوضو من عندك وارد كريمينو إذن غيب كم مؤغن لكن حق والتي ان يدد نمدنيه وحين انه سو ساريا وحا سو ساريا امتحانات marka baladu dhacdo marka gaajadu timaado ee adigoo in yare walba haystay hadana lagu martiyo waxaad yeelaysa markaas ay muuqanaysa inaad qarsato tiraado meel guriga waxba ma yaalin horow si soco iyana iskala nafqaybsato qofka muslimka ee baahan markaas ay imanaysa idan imtixaanku wuxuu kala saara litamyiz buu yimaada sufuft سأوجد بين إلهي وحليه أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم
فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. إلهي وحول إيدتكم ووحي أم علينا يا آمنا إنا نكجت جينه والله امتحان يا با إلهي لي سيدي كويد إن كهر ريبان ويتحاني سيانو أمو وشناي أمو غضان كو الرد كشيغ يا وحري شيغان يا يا خلاط بين على يا شدت كلنا عكر راعي سوك لم غضان ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. وإذا انتحام النبى إلى 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 كم وضان كوين مجاهدين تا كوين الصبرية وركي إن أنت بدك صعود جاي نبى إلى إلى وهي كلا علماء ذي رهضان وحوي ما دا لإثبات الحجة آخرة لقوا حكم ما يقوله واحد قرصتي وين وحول بمرخات لك هنا si lugu cadeeyo xujada lugu oogana imtixaanka kani waa waxa xujada kugu oogaya ilaahayna marka suulay fala ya'lamanna allahu alladheena sadaqu wa la ya'lamanna alkaadibin aw albayla huwa ooga laakin waxa la rabaa in lagu muujiyo way cadaato inad been sheegaysay awalamma asabatkum musibatu qad asabtum mithlaiha qultum anna hadha qul huwa min 'indi anfusikum إن الله على كل شيء قدير وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا سيقول له وقاد وعد يكوى مؤمنك يكوى مرافقين تابا يقول نعضي با إلى هيلة يدعضو ينكاس وحين قالوا لأن السفوف تقول لك على سار ما يه هذا قالوا التببر يا نفتا دادو قانسة اسمه أغن وحبين سي اسمود waxay no sayis baranayna marka imtixaanka la ina mariyo nima tahay maalintaas inbaad ogaanaysa inta aad sabaraada iskaga jirto waxaad ismoodsa wax kasta ina tahay saadaraadeed ay waxaan leenahay waxaad si ogaanaysa inaad qaaid tahay inaad geesi tahay inaad deeqsi tahay inaad sabrayso waxaad si ogaanaysa shadaaydu markay timaado waxay raadaan shadaaydu waxay faayida maskaraha binaadamku isa saaro nin waliba maaskara qurux badan baa saaran oo sheegaysa nin rageed inuu yahay laakiin taasi waxay faa'iidmaysaa marka dhibtu dhacdo oo bawaatin al-umur ay soo baxaysa oo saadiqiga kaadibka la kala garanaya oo muraa'iga iyo mukhliska ay soo kala baxaya walidalik baa imaam shafi'i rahmatullahi alayhi ayaa gabay tirinaya la jazallahu ash-shada'ida kulla khayrin wa in kanat tughassisuni biriqi وما شكري لها حمدا ولكن عرفت بها عدوي من صديقي بي. إمام الشافعي قبيا وين بو هانشري اللغة العربية ما سجع عليه قبيا وحيري إلهي هكا أبا المريو نبته خير من إلهي نبهسي يا بولي إنك استوي عن لفتي وقت كي سينا نلقوه هذا نوى ودعيني يا بولي ما هاد نقي عن نبته ما هاد نقي ما ها إنان يعني أمانة يو لكن وحي كالابرتي بولي دات كانت أنا أولكا نهايو إي أنت أنا أصحابتا نيبان كالابرتي بولي يعني نبتني أنا دات كالابرتي بولي رجا وحنو صاحب النهاي إي وحنا وحبا يسوى حين أي كالابرتي بولي الفضيل بن عياض بيسنا وحولي الناس ما داموا في عافية مستورون دات كوينت أي نبضة يبارا لها كوشيران وودا استرين بولي فإذا نزل بهم بلاء صاروا إلى حقائقهم بلي مركب نبتي ما ضو امتحانك ويما ضو أيان نول بدبتي صباح دا بلي حقيقة دي سمركا سالو غادا فصار المؤمن إلى إيمانه وصار المنافق إلى نفاقه ساوغي امتحانك وهو حددك منازشه دموشية أبي بكر حاس صديق لوجو بحية يعني جواب نبي محمد لبيني حديثة الإسراء مركا يدعى ذي هي ده أنا أبو بكر وصاحب كاو حشيا جنا يا حالة أنتوا هل كن كجوري إنه بيت المقدس تجيو هذا أنا صور نقضي بو شيا جنا يا ماشى سفر كيو بيلا سي صعدو بيلا صار صعدو صاصو شيا جنا يا بولي سي وحكى لك السجيين بو حدا شهدوا أنه صادق waxaan markaati ka ahay buu inuu run sheegayo inuu run leeyahay saana nu rumaysan buu inuu halka toogo ka soo noqday
أنيقو وركاف كفوك رميستو سمدا ليجس وحيدا رميستي مشان بانك صار نقضي بانك رميستي وهي أبو تلمامية فسمي بذلك الصديق إلهي قرآنك وحلي من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إن كنا معكم وليس الله بأعلم بما في صدور العالمين وليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين آيات كسيلة وحتى المام يا مؤمنين تنبطا إن ينرك رمي يوحي الله بلان قادين جدك هينتي سقرنا وكوغوين وكل انتين قرنا وسوغيين وحبدلنا اسبدلنا ما يسمينين عكسي قودنا إلهي وحلي دتك قاربا كمدا يلا هذا إلهي بان الرمين مركا امتحان يري مادنا بناء آدم كالنبتي سي عذابك إلهي وكالا كالنقا ويعني دين كعرر ما كدعا وسعد دوني بدني مككتا قال كمركو عبار هنشبو دد بدن بدين تلقو كريلاي ومن الناس من يعبد الله على حرف دتك وحكم مدا مد دع لك إلهي كعابده أدو خير هلنا إذا هذا الدين توفي عنتي هذه مشاكل سوى قال أنا وردي تنبا وحصرني با وينقعد كيسين إذا هذا الدين تاين قعد كيسين قرآن كإلهي وحكت المام يا رج رجني ما ذا إيسا صار تي شدائدة تني كوي كسعدك تي ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة إذا وحنا لا نهي تعريف الإنسان بنفسه وتنقيته من حظوظ نفسه وسيئاته قفك إنه نفتي سبرته وحيابها أن قرح لبدنين ولكسغن وكتخلص كرو وتربيو بكرو وحلو قبرته وشدائد داس شدائد داس هي امتحانات كاس وهي إنسان كهدون نمعيس كغتش رؤون إلهي وحد المام يكلا إن الإنسان الله يطغى الرآه استغنى بن آدم قواقوقا واحد قدبا هدو أركوين وكافطومي ساد رادد وحين لا نهي حتى الصحابة دي النبي محمد با إلهي هفي لحدودة غزوة حنين محيد آدم ولما أنت يران ومتشبنه مركيا كان يقو دوري طبان كونو سلنع الصعودة لكن هذا نوي شبان إلهي بأوح لي ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم عجب قسالك ساري وحد حصو سطان ما لنتي حنين مركا إذن يبقى لسي تربدني دي نبا إلهي إلهي سبحانه وتعالى سادر أدد أدقى لغو التمحيسين إياه وليمحص الله الذين آمنوا وحا امتحان كورد عاي إن إلهي سبحانه وتعالى كلام ميره كو إيمان كله ويمحق الكافرين إيانا واردنك كله ابتلاء مركا إساقا قادة الرب إياه هقانك أممك هقامية وحا السقلية وكو صبحا امتحانك صاحب التجربة مركا صور نغضة قف ويا أرقة ويا أرقة رين وشيء النوامحي هذا نمعه ونسك أنت نالج بجوري هو هذا بريسك عنيسة مكاجا ونقدر جيسي بل أنا أنا كل كل من ويا أرق متين هبين ما تشرين هبين ما تشرين ويا أرق الله شيء النوامحي وقف امتحانات كنا لش أي سواق بصدام سد ردد قادة الله شيء جيو وضد نلش امتحان كده وسقلي أمس ودلي إلهي أكرر بي وحي عربتكم مهما هان البحار الهادئ بيد هدان لا تصنع البحار ماهرا بدد دقني دا إذن كان رير بضي دي بل ديسو بدد دقني بحار مهارة ما سو صارت بيد هدين ناخود حريفة ما سو صارتنين بدس كد دقنو المريشري لكن مركو ناخوده مره بدك عستيد وبدنت يدبتيد مركز خبير نغضة والله إذا هذا نكا أنت وضامان توا خبير بهذه الأمور أما هذا هربا حبتون وشوقي شروع ما لها حبتن ويري يشري
maalintii qabsato ma wadi karayo saa ugeed waxay dhaadaan ibtilaagu raganimada rag buu soo saaraa ama se qofka wuxuu u diyaariyaa litamkiini fi lardi bay dhaadaan dadku inay dhulka qabsadaan oo makansadaan waxa ka horeysa raggeedii in la diyaariyo ama qaadan noqon lahaa dadka hogaamin lahaa ama dhibta u adkaysan lahaa ama waaya arag noqon lahaaye noloshoo dhan wixii imtixaan soo maray garan kari lahaa saa daraaddeed ayaa ilaahay subxaana wa tacaala rusushii dadka hogaaminaysay aadanaha u doortay inay imtixaankaasoo dhan maraan ilaa qur-aanka ilaahay kaleeye alam yajidka yatiiman faaawa nebi maxamed oodoo agoona miyaan ilaahay ku helin oo dabeetana ku hoynin suuraddoo dhamme waxay tilmaamaysaa tarbiyadii ilaahay soo siiyey nebiga calayhi salaatu wasalaam dadka nicmada ku korana inta badan hoggaanka way ku fashilaan ambiyadu markaa waxay tusaale u yihiin dadkoo dhan hadday madaxda iyo siyaasiyiintu inay yidhaahdaan dhallintiina iyo wadaadadii tan waa iska cayaarisaane bahasha siyaasadda la yidhaah haddaad timaado iyadaa munaafaqnimada wadata ku odhan iyadaa kursiga wadata ilaahay qur-aanka wuxuu kaga warramay taa haysaantu ka waaweyn nebiyo hayay alcasri dahabi libani israa'iil waa wakhtigay ambiyo hogaaminaysay ama se saalixiin taaluut markuu hogaaminayay ama nebi daawuud markuu hogaaminayay ama nebi sulaymaan oo boqortooyaha istay aan dunida wax la midi jirin haddana ilaahay wuxuu ku tilmaamayaa nicma alcabdu inuu mid waliba aha nicma alcabdu innahu awaaba inay tusaale u yihiin bashariyad oo dhan ka siyaasiga iyo ka xaakimka iyo ka sultaanka iyo ka miskiinka iyo ka sugjooga iyo ka wadaadkaaba inay tusaale u noqdaan asxaabu tajriba inay noqdaan imaamu shaafici raxmatullaahi calayhi baa waxaa lagu yidhi ayuhumaa afdalu alsabru waalmixna am itamkiin in lagu itixaamo aad sabirto ama in maamulka lagu dhiibo adee lagu makansiiyo shiddadu inay ku marto iyo inaad madaxnimada hesho keebaa fiican bay yidhaahdeen markaasu wuxuu yidhi miyaa laysba makansiiya in lays itixaamo mooyaane waxaana sheegaysaan ma jirta buu leeyahay dadka sharciga la makansiiye meel qabsaday waa dad buu leeyahy la itixaamay oo la saqliyey oo imtixaanku uu soo maro soo sabray waa kuwaa waxaynu kaloo leenahay imtixaanku wuxuu u yimaadaa ilaahay nicmadiisa in lagu xasuusiyo bini aadamku nicmada markuu haysta ma oga inteena caawa halkan fadhida yaa saaka intuu soo toosay yidhi alxamdu lilaahi war saaka waa caafimaad qabaa mise waad shaqo tagtay una waxa maad xasuusanin inta dhakhtarka joogtaa saaka wuxun bay isleeyihin ma nin unbaa labadiisa lugood iskaga socdo oo caafimaad qaba idan nicmada waxaa la gartaa marka laga qaado inta la hayo in yar baa dadka xasuusata inta la hayo in yar baa dadka xasuusata si nicmada lagu xasuusiyay ka mid tahay bay leeyihin imtixaanku maalinta xanuun yari kugu dhacaad garanaysaa ilaahay wuxuu nimco ku siiyey shalay waxaad se shalay laga yaabaa inaad lahayd oo maxaan caafimaad ku haystaa maantaba maan qadayn inaad lahayd laakiin marka aad jiifsataabaad garanaysaa aad iska qada la-aatid ee mar haddaad soconaysay inaad barwaaqo badan ku jirtay ama nicmo badan inaad haysatay saa daraaddeed ayay culammadu waxay dhahdaan nicmadu waa tadkiirun bilmuncim waa xasuusin bilaagu baan leeyahay imtixaanku waa xasuusin lagu xasuusinaya allah subxaana wa tacaala weyn fadligiisa iyo wixii uu ku siiyey walidalik baa ilahay qur-aanka wuxuu ku leeyay walow basata allahu arisqa licibaadi labagow fi lard ilaahay dadka hadduu xoolaha ka wada dhargin lahaa waa qooqi lahaayeen baa ilaahay leeyahy walaakin yunazilu biqadari maa yashaa innahu bicibaadihi khabiirun basiir ilaahay adduunka dhaqaalaha in go-an buu soo dejiyaa oo addoommadiisa siiya waayo isagaa u aqoon badan oo u aragti dheer oo garanaya waxa u suubamiyo waxa u islaaxa waxa u islaaxa isagaa garanaya ibtilaagu bay yidhaahdaan waxaa kaloo loogu talagalay in adduunkaba xaqiiqadiisa layna tusiyo in layna tusiyo inuu adduunku wax zaa'iloo tegaya yihi inaynan isagun dul fadhiin si aynu aakhira u xasuusanno inaynu garanno tani
meel lagu mashquulo inaan ahayn. Nabi Aadam maxaa Ilaahay ku yidhi iyadoo xaqiiqatu dunyaa loo tilmaamayo, faqulnaa yaa aadamu ina hada caduwun laka walizawjik falaa yukhrijannakuma min aljanna fatashqa. War yuu kaa saarin shaydaan baa la yidhi jannada adiga iyo reerkaaga, oo haddaad jannada ka baxdaan maxaa dhacaya, waa kadeedmaysaan. Marka waxaa layna leeyahay adduunku waa kadeede, meeshayta inaad u hilowda ama u xoogsato ama ragannimadaada iyo xooggaaga iyo xoolahaaga iyo caqligaagaba inaad gelisaa waa maxay? Waa deegaanka dhabta ah. haddaad safartay oo meel ku soo baxdo, mayse odhan lahayd daara ka jeexo, mise waxaad se odhan lahayd war geedkaa intaad harsato kugu filane dantaada ku gaadho, dee kolayba waad carraabaysaa ayay kasii carrow. maadaama aad rumaysantay inaad meeshani meel la dega ahayn, waxaad si leedahay maxay? ha ku mashquulin xaggaad ku socotay qabo. qofka muuminka adduunka saas uu arkaa, meel uu ku mashquulo uma arko. marka waxaa looga dhigay inay munaqasaadku ku badan yihiin, waxyaabaha lagu margadaa inay ku badan yihiin, waxaa looga dhigay inaad u hilowdo deegaankii rasmiga ahaa oo aad ogaatid halkani meel la degay inaan ahayn. saa ogeed baa Ilaahay wuxuu ku leeyay waroy jannada ha ka bixin aadanow, waayo ina laka anlaa tajuuca fiiha walaa tacra wanaka laa tadma'u fiiha walaa tadxa. war halkan baa isku dhamma laga helaa, halkan baan gaajo iyo qaawani iyo haraad iyo cadceed iyo waxa bini aadamka dhiba midnaba halkan baa lagu arag. marka adduunka munaqasaadkiisu waxa ayna dareensiinayaan xayaat kaamil inaanay halkan jirin. wa ina addaara alaakhirata lahiya alxayawaan low kaanuu yaclamuun. war aakhira nololi jirtaa baa Ilaahay leeyahay hadday dadku garanayaan. tani maaha meeshii nolosha ee aakhira nololi jirtaa, tani waa meeshii imtixaanka baa layna leeyahay. laqad khalaqna alinsaana fi kabad, waxaan ku gabagabayn doonaa adduunka waxa imtixaanka loo keenay in aakhira layna jeclaysiiyo oo aakhira ay noqoto meesha hunguriga baynaynaga hayo ee isku dhammuhu yaaliin ee nimco noocay tahay baa ay taallo. akhiiran waxaan leenahay imtixaanka waxaa loo keenaa inta rabbi moogan in rabbi la xasuusiyo. soomaalidu maxay yidhaahdaan markay kadantay alla taqaan bay yidhaahdaan, saxiika maaha. markaa dhibtu haysato dadku ilaahay ayaa ubu wada yidhaahdaa, xataa gaalka, xataa kuwa ilaahay diida. nin ee mulxidiintii waaweynaa ka mid ahay oo markii dambe islaamay oo dhakhtaraba wuxuu ka warramayay waqtiguu ilxaadka ahaa, waa dhakhtar specialista, dabeetana inan yaroo u dhalay inantaasuu haystay baa xanuunsatay. markaasaa dhakhtarkii la keenay, dabeetana dhakhaatiirtii waxay yidhaahdeen khalaas waxba lagama qaban karo, way soconaysaa. waan eegay buu dha, waxaan arkay buu dhi ilmihii oo soo madoobaaday, astaamihii geeridu ay ka muuqato, dabeetana waan dul taagnaan kari waayo, waa iskaga dhaqaaqay buu yidhi. meel cidlaa intaan tegay ayaan idhi buu yidhi ilaa uu haddaad jirto, hadda weli waa shakisan yihi, ilaa uu haddaad jirto oo aad taa yar kiciso waxaan kuu ballan qaaday inaan ku rumeeyo diintaada xaqa inaan raadceeyo. intuu ilaahay baryayeybaa ilaahay baryadiiba ka aqbalayo. tii yaraydunbaaba saa kugu soo noqday dhakhaatiirtii oo wada faraxsan oo leh something happened, waxbaa dhacay, miracle baa dhacay bay dhahay, mucjiza meesha ka muuqata. tii yarayd mar qulunbaaba waxeedii bay iswada bedeleen. markaasaan raadiye buu yidhi waxaan uga dan leeyahay gaalkii weynaa ee gaalada mid ka mid ah wuxuu ku maahmaahi jiray, maahmaaha waxay dhahdeen there is no atheist in the foxholes bay dhahdaan, mulxid ma jiro dhufayska bay dhahay marka lagu jiro, xabadu hadday dhacayso ilaahayowbay dadku wada yidhaahdaan buu leeyahay. waa nin gaaleed, mulxid ma jiro buu leeyahay marka dhufayska lagu jiro. waxaan uga dan leeyahay waa tanbiih lilghaafiliin bay culammadu yidhaahdaan, wa tadkiri lilmudnibiin. dhibaatooyinku waxa weeyaan kuwa ghaafilkaana waa la xasuusinaya, ghafladaa laga faydaya, kuwa mudnibkaana ilaahay baa la baraya subxaana wa tacaala. oo waxa la baraya rabbuna alxaliim inuu yahay oo sabuur yahay oo cafuw yahay oo ghafuur yahay oo ghafaar yahay oo raxmaan yahay oo raxiim yahay, oo ilaahay subxaana wa tacaala waqti ina siiyay inu ku toobad keenno, oo hadday ghafladiinugu dhacdana in layna yaro qanqanjiidhiyo
si qaflada laynooga toosiyo marka waa qanqajiray yaro maxay weli lagu leeyo waroy chaanis baad haysataaye jidka rabbi maad ku soo noqon rabbi kuleeyo subxaana wa tacaala waayo ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu inoo tilmaamay waxa dhib idinku dhacday horta waa dunuubtiinnii in badanna ilaahay wuu idinka dhaafay laakiin waxa looga dan leeyahay in laydin kiciyo oo aayaad badan baa ilaahay leeyahay walanudiiqannahum min alcadaabi ladna duuna alcadaabi alakbar lacallahum yarjicuun baa ilaahay yidhi cadaabka dhow baanu dhadhansiin baa ilaahay yidhi intaanu imanin cadaabka weyni maxaa loo dhadhansiinayaa lacallahum yarjicuun baa ilaahay yidhi ka yarjicu bal inay dib inayna dib u soo laabtaan كم يربى لدرسين يا بيل أهلي ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس إلهي وحط الماما يا أنت أكذب وحي جيستين ضد كبا بد يبر بفس هذه بد يبر بوح فس هذه بن آدم كوي سمانتا هاي كوا الربيع يعني. environmental problem climatical change environment كيبايس بدلي climate كيبايس بدلي dabeetana cilmi baadhistoodi waxay keentay war meesha inaga khalkhalinay bay leeyihiin waxaanaynu hawo sii daynay waxaanaynu sabaynay waxaanaynu qodnay waxaanu bini aadamku isaga fasahaadiya bay leeyihiin marka fil birri wal bahri labadaba aadanaha fasaadkiisii weeyaan ilaahay wuxuu leeyahay waxaan sidaa u yeelay liyudiiqahum bacda aladii camiluu lacallahum yarjicuun wixii ay samaynayeen wax ka mid ah in la dhadhansiiyo lacallahum yarjicuun عموما وحي علماء دو يدهدان المؤاخذة في الدنيا هي الاستثناء با يدهدان قال كاين دوني دل وابا المريو وحي دن بابا با لدبر قويا واستثناء ما ها قاعدة با يدهدان قاعدة دو وإن دتك لو كادية انت قيري دو دو وقت قد مشا دو دو كقارسو إلهينا وا حليم وانا الصبور وانا عفو وانا غفور وانا الرحمن الرحيم فرصة سو بحيي بل إن إني دبو طوبة كينا وهي هدي قفك حنب الله قبطه أدونك داعي دي ما تشوكتين ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة با إلى هيدي تدكو مركة إدن بابان بهدي أن قبطه با إلى هيدي عدي ما ميشكو ما حده ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون وربك الغفور ذو الرحمة إلهي واكو دم بداف بدن ونحرس صاحبه لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا وحي كسبدين هدي إلهي عذابك وسود الدجيو دم هشعدكم هدين بلا تلمامية لكن إلهي وحوية لي موعد كلا بلا كلا لو قبطي وان عدنا دافين ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا آيات القرآن كثيرة بدل ليكوا كلا إنه كتك نبوا حي تلماما أصل كأدونك إنه يهي إن أنا يهين ماشي دتك لقو حسابيني ماشي دتك لقو حسابيني أين يتهي محي آخرة halka kana dad badan oo dambiye sameynaya in ilaahay subxaana wa tacaala chaanis wali siin doono imtixaanaadka imanayaana inay yihiin un lacallahum yatadaracuun walaqad arsalnaa ilaa umamin qablik faakhadnaahum bilba'saai wadaraa lacallahum yatadaracuun falowlaa id jaa'ahum ba'sunaa tadaracuu walakin qasat quluubuhum wazayana lahum ashaytaanu maa kaanuu yacmaluun فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون إلهي وحلي الرسل أيانو دتك وصادر دتك وحن قوقب النيبا إله إلهي البأس وضراء تقال يقاتش يدبا كل عضي محلو وقفتي لعلهم يتضرعون بل إني الله وصور نغضان ويصروا اللقان may se dhicin baa ilaahay leeyahay way sii qulubtooda sii adkaatay oo shaydaan baa wuxuu sii qurxiyey markii ay ilaabeen baa ilaahay yidhi wixii aanu ku waaninaynay ayaanu albaabada dunidoo dhan baa u furnoo nidhi aakhira la idinka goynay haddaba iska barwaaqaysta markii ay xumaha
كسو نقوم وين بين الهي لي فتحنا عليهم أبواب كل شيء الباب دور نبى نوفر كوا مؤمنين تايل هي محولية بركات من السماء والأرض ما نوفر خير الدنيا سمادي عرك يرلك بخير كوا دار نوفر راي لهي لكوا مؤمنين أما كوا كان أبواب كل شيء بالين الباب دور الله بلغ إذن كوا حد دونتان كقاطع ما يسمريه ما يستلا ما يستأيو فإذا فرحوا بما أوتوا بايل هيري مركا أي كبر كجاردو يوحي لسيا كبر دافان أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون أيانو قبلنا بايل هيري سوابكو يقوستي أهلا مركا عقابكو أسل كيسي وحويا آخره هي حسابته أدونكو حسنات كيسية سيئات كيسوا الله سكوي تحامية وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى إلهي وحك الله تلمامية دكبر وان أكادنا إياه سيدن بغضور ما استرتان بإلهي كاتسجنا نكاديي ما هبا إلهي لي نمعان سينا يي بوسكو ضنا رد بلا ياي بحسن يان ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون كو قالوا بيا يوم لا ينبا الى هي لا ينا نغ ديرين ايا ان نغ بحسن كريان انهم لا يعجزون جمله اسميه مع ادوات التوكيد مر نبا نبا عكس قالين كران با الى هي لي لكن وان سكدين يا با الى هي لي سي اي دنبغود او دمايستيران مركه اي دنبغود او دمايستيرتان اخره لو قاديا قرن الهي وحليي xoolahan iyo caruurtan iyo waxaan asiyay iyaga inaan ku cadaababaan ugu tala galay iyaga baa cadaab ugu filan dadka inta xoolaha badan leey ku mashquusha marar badan ayay dadka kale ka hawl iyo dhib badan yihiin ogow horta ninka xoolaha leey intaad cuntoon buu cunaa kaama badsado calool buu wataa caloolay intay qaado waa la yaqaana marana intaad xidhataa buu xidhaa وردنا وحلقة يا بين أضدك كفي عنتي لكن مكاهو البدني وحيد أنا شركات كواوين كوالي سيو يد يدت كان حكومية وحاسي تضرب الصبح نما يجوا شغلة صاقلا كوبيت بكه بين ما يلا هنا وكبحان لكن شغالوا سيدة عدد بالشقيايو وإيش كبحان يسقون دور شفت باي سو بدله وشوقة إلهي وحلي فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون يكو عجب قال إن با إلهي لا يحولها يا عرورتي يا وحناسي وحامن ربابا إلهي لا إن يجوك عذابه وحكرنا إن يجوك عذابه بربا نرشا الدون وإن افتدوا سنا كوب حضا يجوك قالا آخر قال لما مركي يقول ما دنا إن عذابك ورابيه وأن عذاب إلهي وكور ما يقار عذاب استئسال وسمي قلت لك قوي ذنبت هذا درادي فكلنا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون لكن علماء وحيد هذا عذابك كامل كاهي إلهي سبحانه وتعالى أم بيدي هوري وقت قودي بوشري قارهان بيدا هذان انتي جهادك بلابمي نبي موسى بيدا هذان بالا بادا دنبسو قاري عهد قيسي نبي موسى فرعون يكوح لطماكي عذاب استئسالك اللقو سمية لمريي iyagum baa loodan jiray xaga uga baxa qaalada ana ku filan ilaahay buu leeyay in ku xaga uga baxa laakiin isla waqtigaas isla nabi muuse ayaa la waajibiyay jihadka iyo dadkan iyaga la isku itaxaamo oo waati la yiri ardal muqaddasa adigu furo
مركي أي فرن وهي نتيها أي قلين كدبنا يوشع بن النون وقبصدي يوشع بن النون وكجها تمو فرطي بيت المقدس بحي كدم بي بيد هذا عذاب استئصال كاسي انت بدل مسود دقيه باب الجهاد باب فرمايا وحل يلي إذن كاب الله سكوكين تحاميا ساد ردد بي لا يحرق ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة وحنكو سوكو بيا ابتلاقي امتحان كالدوني ذكرنا عاه معنى يالبضن بقرآن كتلمامي انت انت المامي واتصالي يال تصالياشي وحي شيقيا أسبابها ابتلاقو سودغيني وحاصردت إناني عقاب وقراهي تطكو انت بضن وريو نكاهب لني ونكسب بوهاي مل عقاب تبلدو كقرد عدي قرر ما يبيد هذا كأنما قف والبوحا استاونا ايطاهي بلا يقاروكو سودكتي لكن وحنو تلمامينا وحبضاً وكل النوع أيو امتحان كوي ماذا ضد قراء امتحان وضا قبصة دابو قف بس كويي قاري صالحيهين أو سيجارة كويي قاري طالحيهين أو عقاب كويي قاري غافلينيهين أو تنبيه كويي ضد قراء وضا تشوغة أيا دعي كرا امتحان مرقورا دعي إنو نوعيات كاسوردان تلمامي وحن كسوق قبل جبيني يا مركا هدي امتحاني ما ده بكل الأحوال وحواجبين للصبره وحواجبين على عالٍ تشكل للصمينين وحواجب حسن التوكل إن يدتك الله ما دان إلهي كلسونك وقبان وحواجبين يدتك إلهي والنقضان اللجوء إليه والاستغفار والاستعانة به إلهي إن يدبك الله أبطان دنبي قود اينك توبت كانان الله كلمه ويديستان بريدي سبديان قران كدب وقول نقضان نبي غسلغي سبديان توسني دبديان ويا الهي سبحانه وتعالى وحت المامية امتحان ربنا نسكو صدر ومن يتق الله يجعل له مخرجا بالهي عدي عبسدا الله كبدته الباب الله وفره امتحانك والله مرين لكن محوه ليا way out مالو كبحو الباب الله وفره عدي كلنا دوي ديو داون وانكي والله يا إلا دينا أور بوينتو اسكو حريري يي أيو أور كي قد ودين كوا هاي كي دمو اسكو حري مركا سويري ما رايستا دي أور تي هدو دمو اسكو حري مالا يصعدان مالا تاتك بربا تيها قلو ما رايستي كوچرا لكن عدي إلهي حصوصته النقطة مهما كانت المصائب إلهي حلا ومن يتق الله يجعل له مخرجا الباب الله وفرة إلهي حلا ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا عدي الله كعبسته إلهي أرنك أفضيدية تلد الله وافتشية ما شاء وحكها قيام بو أركا حلك أسر دوادة وحبو قرطة إلهي وحلي ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته عدي لك عبسطه وحاكو نعيوننا إلهي دم بداف بوغرده ويعظم له أجر أجر كنوا أوينية هو برارة وحلا نمركة مصائبت هدي دعدا إلهي وحلي الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون كو امتحانك قبصته مصيبة قبصته أي لا هدب إلهي لي إنا لله أول ما إلهي بان لها أنا يا دونك يا وحن أردن ربا نوتلين يونا لها وإنا إليه راجعون سقم باونا ننقرنا ربا نوضله أدون أردن يا نقبا استغانا نقول الله بمينا كواس با إلهيري أولئك عليهم سلوات من ربهم ورحمة كوا كركو دوحا هذا إلهي سلقي إيو نحريستي إيو وناقي يوردن بيهليا وأولئك هم المهتدون با إلهيري وأنا كوا هنونيا سومالي مركا وحين لأن امتحان بادن بي سوامرت عالم الإسلام يوردن امتحان بادن بكتشره كل هذه الامتحانات تاغني وابتلاءات كان كسور رميني
وحدن بلغو مايري وحدد غافلين لغو توسين وحكودن بابي دي بلغو علين وحقار صالحين وكل حجرات دادك ذنوبتو ده هلا شكر لغو قادي وحلغو الربين وحقاد لغو سو ساري وضا شر ماها سيدتك وفهميان وضا شر ماها برد بدنو كمدا أي الإصلاحنا ودعية إذن إلهي أنكو كالصونانو تلصارنو كتابك يسوحي نوغو شاقين الدبو نقنو هدينو الليبان آخرو يمد الدنيا بدونينو وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.